مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت میلا، شہر یار ارم تاج دار حرم، شہر یار ارم تاج دار حرم، نوبہار شفا ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت لا، مجھ سے خدمت خود سیتا ہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت خود سیتا ہے الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم،
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معاد الجود والكرم والي وبارك وسلم. صل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين. خدا بندہ ملکہ بادشاہ بندہ نوازہ بے نیازہ پروردگارہ اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ جشن کو قبول فرما. یا اللہ اس میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. پروردگار عالم دین دنیا کی سعادتوں برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہماری مساجد و مقابر و خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما گھر والوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ جو اپنی کاروبار سے پریشان ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما دے. الہ العالمین جب ہم دنیا سے جانے لگے نگاہوں کے سامنے تیرے محبوب کا جمال جہاں آ رہا دل میں ان کی عظمت ہو اور زبان پر ان کا کلمہ ہو. بوقت مرگ میرے منہ سے نام مصطفیٰ نکلے بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی اللہ نکلے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.